بسم الله الرحمن الرحيم. ده كبر بتاع درون من تصميمي وتنفيذي. بعد ما خلص الديزاين بتبدأ هنا كده تروح تسيب الفايل على اساس ان هو STL، اللي هو الفايل اللي هيتعامل مع ال 3D برينتر. خلاص، وتيجي هنا تروح رايح على السوفت وير المخصوص بقى بتاع ال 3D برينتر، وتحط الاعدادات بتاعت الفايل، وتبدأ تعمل له سلايسنج، تشوف البرينتنج الخطوات بتاعته هتبقى ماشية ازاي.